تعالى يا عبد الجليل. هو خجول يحشي شوية ولكنه لما ينطلق ينطلق. عبد الجليل تحب تقول حاجة؟ شوف تدخل حاجة للحضور وانا نترجم عليك. انت تقول بالألمانية وانا اترجم ما تقول. تفضل. هي الأمور مرتبة على كل حال. تفضل يا الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المناسبة أحيي كل الحضور الكرام. وأحيي الأسرة التربوية في عيدها العالمي. كما أحيي كل المعلمين والمعلمات الذين سهروا وتعبوا في تعليمي. وأحيي أيضا المسؤولين والقائمين على قطاع التربية الذي هو أساس بناء المجتمعات. Und ich vergesse auch nicht den zu danken, die mir die Chance gegeben hat, hier heute an diesem Tag vor Ihnen zu stehen. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لمن أتاح لي الفرصة لأكون بينكم اليوم. Und ich danke auch den meisten Dank meinen lieben Eltern. وأتوجه أيضا بالشكر والتقدير والعرفان إلى والدي الكريمين. Ganz besonders meine Mutter, die viel dafür gearbeitet hat. Für meinen Erfolg, egal für meine normalen Bildung oder auch in meinem Bestehen des deutschen Eignungstests mit dem 5. Niveau. خاصة والدي الذي قدم الكثير من أجل نجاحي في الدراسة عموما وفي اجتيازي وبنجاح الاختبار التقييمي في اللغة الألمانية في المستوى الخامس. Von 6 Niveaus. في ضمن 6 مستويات. Und dieses Niveau ist bekannt als C1. ويعرف هذا المستوى ب C1. وهو اختبار دولي معترف به. لا يمنح إلا للمتمكنين من اللغة. كما أحيطكم علما أن هذا الاختبار أو هذا النجاح يسمح لي بالدخول إلى أي معهد أو أي جامعة يستعمل اللغة الألمانية. وقد وفقني الله في نيل 56 نقطة من أصل 60 نقطة في هذا الاختبار. فالشكر وكل الشكر لله على هذه النعمة التي هداني بها. Ich konnte die Sprache ohne jegliche Hilfe eines Lehrers erlernen. وتمكنت من تعلم هذه اللغة دون معلم. Ich grüße Sie ein zweites Mal. أحييكم مرة أخرى. Und ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. وأشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم.